السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي كاتي. ايضا فيديو جديد وصفة جديدة، نتمنى يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم بما انه العيد صغير ان شاء الله ما بقى ليه والو، قلت كل مرة غندير لكم حليوة اللي غتكون اقتصادية في المتناول، ماشي مكلفة وكتجي لذيذة في نفس الوقت. نتمنى تعجبكم، وما تنسونيش باللايك وبالاشتراك وتضغطوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، واراكم راكي يهموني. ونبداو على بركة الله. نبداو على بركة الله. غنحتاجو المقادير: كاس ديال العنبة كبير فيه سكر كلاصي، ربعة ديال زبدة المائدة زبدة نباتية، كاس ديال الزيت النباتي كذلك، واحد فاني، جوج باكيات ديال الخميرة ديال الحلوى، ثلاث المعلقات ديال النسكافي، واحد المعلقة كبيرة ديال القشطة طرية، وجوج كابن ديال الدقيق يعني نص كيلو. حنا على حسب الخليط اللي عندنا غادي نخلطو. اوكي، غنبداو على بركة. في اناء غنديرو الزبدة ديالنا، الزبدة، نضيفو سكر كلاصي، نخلطو مزيان. نضيفو الكريمة، الكريمة كتبقى اختياري، اللي بغا يديرها مبغاش يديرها بلاش. نضيفو فاني، خميرة، نسكافي، الزيت، نديرو الدقيق طبعا، نديرو الجبانيه الاولى، نخلطو تنشوفو واش هزت لينا صافي ولا غنحتاجو. طبعا العجينه غتكون لينه شويه، غادي نزيد واحد شويه نص جبانة تقريبا الثانية، شوية هادشي كافي. كتكون مقاسها مرفوفة، وغادي نبداو نوريكم كيفاش غنخدمها. انا بدلت البوق، هذاك بدلت البوق ودرت هذا اللي بحال الشكل ديال الدرقاعة، عرفتي ريحة النسكافي فيها كتشهي. كنبقاو مكملين بحال هكا، مكملين بحال هكا حتى كنساليو.
اللاطه ديالنا وغنطلقوا بعد ثاني. شوفوا غادي يجي بحال كدا حيت غادي نلاقيو وحده معوده بالشوكولا البيضاء تلاقى في هاد المطيب الطيب. ناخد الشوكولا اللي دوبناها نديرو غير شويه كنلصقو على هاد السبيكة كبيرة كنلصقو وحده هكا شويه الشوكولا دبركم معايا الشيشة الشوكولا وهاد كنبقاو بحال هكا حتى كنكملو ونوريكم الطبق النهائي. نتمنى تعجبكم الوصفة ان شاء الله وتجربوها وتردو عليا، وغنخلي لكم مقادير في صندوق الوصف. بالصحة والراحة.